أهلا بجميع المحاضرين والأساتذة، اليوم بدنا نفرجيكم على برنامج مجاني ممكن تستخدموها للتعليم الإلكتروني، وفيها كتير ميزات من تسجيل، من إرسال ملفات للطلاب، من مشاركة الشاشة. فاسم البرنامج اللي هو سكايب أكيد كتير ناس بيعرفوها، بس هلأ صار في عليها ميزات بتقدر على طول تعمل ميتينج وتشارك اللينك مع الطلاب. فأول شي بدك تعمله اللي هو تيجي على جهازك وتعمل داونلود سكايب إذا ما عندك إياه. إذا عندك سكايب على جهازك بس إصدار قديم، اتأكد إنك تيجي على الموقع وتنزل الإصدار الجديد، لأنه الإصدار القديم مرات ما بيعمل سبورت للميزات الجديدة. فبدك تختار إنت شو نوع جهازك وتنزله. بعد ما تعمل هذا، بعد ما تكبس عليه وتنزله، رح يجيك هيك، وبعد ما يجيك بس بدك تكبس عليها ورح ينزل سكايب على جهازك. بعد ما ينزل سكايب على الجهاز راح يبين عندك على الديسكتوب، وبتضغط عليه وبتفتحه. هلا اذا انت ما عندك حساب بدك تعمل حساب جديد مجاني وبتدخل عليه. هلا اذا عندك حساب بس بتدخل بتحط الكلمة السر واليوزر نيم وبتدخل. سكايب كمان من مايكروسوفت، فاي حدا عنده حساب على مايكروسوفت وهوت ميل قديما بقدر يدخل فيها على سكايب. واللي ما عنده زي ما حكينا من أساتذة من طلاب بتقدروا تعملوا حسابات مجانية. هلأ هون رح أجي أكبس Meet Now. هذه هي الميزة الجديدة اللي مش لازم أعمل جروب طلاب وأضيفهم، لا خلاص فيني بس أضغط Meet Now وبيطلع لي لينك أشاركها مع الطلاب. وراح أخذ هذا اللينك، بقدر أعملها كوبي وراح أشاركها مع الطلاب. بقدر كمان هون أشاركه مثلا عن طريق الأوتلوك، عن طريق الجيميل، بقدر أشاركها مع السكايب كونتاكتس إذا طلابي هم في السكايب. وبعديها هون بتحكم في الكاميرا إذا بدي أفتحه أو أسكره، وهون الميكروفون، وهون Blur My Background. هذا إذا أنا فاتح الكاميرا وفتحته Blur My Background بصير الخلفية إنها مو واضحة، يعني بتصير زي كأنها Blurry يعني. فهذا هو الميزة. فبنقدر هون ندخل على Start Call. هلأ هون مش أنا لسه مش شايفة كل الميزات لأنه ما في طالب دخل. هلأ بدي أعمل أخذ اللينك وأخلي كأنه طالب عم بيدخل. هلأ إذا الطلاب ما عندهم أو ما نزلوا عندهم البرنامج، فهلأ أخذت اللينك بدي أحطه هون. إذا الطلاب ما نزلوا عندهم البرنامج ممكن يستخدموه عن طريق الويب، يعني تقدر أي حدا يدخل على الويب على المتصفح ويستخدم الويب version of Skype. وهنا حتى مش لازم يكون في عنده username، بيقدر يحط join as guest. لا بالعادة هذا بس بيزبط على الويندوز 10 والversion الأجدد منه، وبيزبط أكتر شيء على الكروم. ممكن نزبط على المتصفحين التانيين، بس شركة سكايب تحكي انه بتزبط اكتر على الكروم. طبعا اضمن اشي يعني انه الطلاب ينزلوها يا اما على جهاز الجوال في له ابليكيشن، يا اما على اجهزتهم. فاضمن شيء انه الطلاب ينزلوه على اجهزتهم اساس ويعملوا حسابات عليه. فهلأ هون رح نعمل جوين. هلأ هون طبعا الطالب عامل جوين وداخل عن طريق الويب من غير ما يكون له أي حساب. أوكي بس نشوف. اوكي فهلأ هذا يعني كأنه ايميل الطالب او اليوزر نيم تبع الطالب اللي دخله، وبدي يحط join call. هنا طبعا بيقدر يتحكم نفس الشيء بالميكروفون وبالكاميرا، فبيحط call وهلأ هو دخل. هلأ نحن بدنا نرجع على شباكنا اللي زغر اللي هو شباك الأستاذ، وبدنا نفتحه على اللي صارت متاحة عنا. هلأ بشوف بعد ما دخل الطلاب صار في عندي
كل هاي الميزات. بقدر أول شي أعمل سكرين ريكوردينج، يعني بقدر إني أعمل تسجيل لهذا المحاضرة. فبس هون فوق بيحكي لنا احكوا، يعني لازم تخبر الناس اللي انت معهم بالمحاضرة انه عم بيتم تسجيلهم عساس ما يكون في عليك اشي قانوني. فهذا طبعا تذكير دائما بيصير من كل البرامج وقت ما انت تتم تسجيل المحاضرة. هنا بتتحكم بالميكروفون، هون الكاميرا، هون يعني بتنهي الكول. هون عندنا ميزة الشات، بقدر افتح الشات، وبالشات نفسه في عندي أكثر من ميزة. في عندي الإيموشنز، بقدر هون أبعت كونتاكت، بقدر أبعت لوكيشن، أعمل سكيدجول ولا كول، يعني إذا بدي أعمل كمان اجتماع تاني معهم أو محاضرة تانية. هون اللي بقدر كمان أستفيد منه اللي هو كرييت بول، إني أعمل لهم أسئلة وأحط عليها مثلا تاريخ انتهاء. فهون مثلا بسألهم سؤال question one، بعطيهم خيارات مثلا خيار 1 خيار 2، فيها بحط create poll. أوكي، وهلأ مثلا إذا أنا بفتح من شباك الطالب وبفتح البول، بفتح الشات هون عند الطالب، اوكي، والطالب كمان اجى نوتيفيكيشن انه في عندك بول انك بتقدر تجاوب عليه. فهون الطالب مثلا بجاوب 1، والاستاذ وقت ما يجي يفتح عنده ببين كم طالب اختار لكل وحده، فبين انه في عندي طالب واحد حاط 1. فمثلا اذا بدي اسال الطلاب اي سؤال او بدي اياهم بدي أسألهم سؤال أو بدي مثلا أشوف فهمهم لا بآخر المادة، بقدر أعمل هذا الطريقة للأسئلة على السريع والطلاب يقدروا يتفاعلوا معه. هون كمان بقدر بحط add files، بقدر أحط أي فايل موجودة عندي على الكمبيوتر. مثلا إذا في طالب الإنترنت عنده بطيء وأنا عم بمشي بسلايدات ومش عم بيمشي عنده، ممكن إني أشارك معاه الفايل وينزله عنده. والطلاب كمان بيقدروا يشاركوا مع الأستاذ فايلات، يعني أي حدا داخل على المحاضرة بيقدر يشارك. هلأ هون عندنا الـ reactions، يعني الطالب بيقدر يبعث لك reactions أو أنت بتقدر تبعت reactions، يعني في المحاضرة ممكن يحكي لك شو الموضوع اللي معه، هل هو فاهم مش فاهم عن طريق الـ reactions. هلأ هون راح نروح للـ share screen اللي هو نشارك الشاشة. مثلا أنا بدي أفتح PowerPoint، بدي أعرض PDF، بدي أعرض فيديو. هلأ إذا أنا بدي أعرض إشي للطلاب مع صوت، بدي أحط share computer sound، يعني إذا عم بعمل فيديو عم بعمل إشي سماعي. فإذا عم بشارك الفيديو أو بس أشارك سماعي بقدر أفتحه. إذا ما بدي الطلاب يعني يسمعوا صوت الكمبيوتر أو أصلا ما عم بلعب فيديو أو شيء له صوت، بقدر أسكره. هون بقدر أتحكم إذا بدي إياهم يشوفوا كل شاشتي أو بقدر أختار إيش بدي إياهم يشوفوا بالضبط، يعني بختار الشاشة اللي بدي إياهم يشوفوها بالضبط. هلا وقت ما احط شير سكرين بيجي عندي خط بالاحمر وبكون هذا اللي عم بشاركه مع الطلاب. وقت ما بدي اوقف بقدر احط ستوب شيرينج. اذا بدي اغير الشباك اللي عم بشاركه بقدر اجي هنا واغير الشباك. فاجيت هون وعملت ستوب شيرينج. هلا هون فرجناكم انه عملنا الريكوردينج، بقدر اوقف الريكوردينج بعد انتهاء المحاضرة، ورح يجي عندي على الجنب بالشات ورح يجي هون بالجنب الشات اللي هو تسجيل المحاضرة. هي بيحكي لك انه هو رح يكون موجود لمدة 30 يوم على السكايب.
فاللي ممكن تعمله تعمله فورورد تبعته للطلاب، ممكن تعمله هون سيف و تنزله عندك على الجهاز، وبعدين مثلا تحطه على الكلاود، ترفعه على الكلاود تبعك وتشاركه مع الطلاب. فهذا هو طريقة استخدام سكايب في إعطاء المحاضرات المباشر. كتير سهل للطلاب وللأساتذة، وطبعا ما عليها تايم ليميت. يعني الإشي الحلو إنه ما عليها تايم ليميت، تقدر تعطي محاضرة ساعة، ساعة ونص حسب توقيتات محاضراتك. والطلاب بيقدروا كمان يستخدموها بشكل مجاني، بيقدروا ينزلوها على أجهزتهم على الجوال وعلى الكمبيوتر بشكل مجاني، وبيقدروا كمان يعملوا نيمز يوزر نيمز بشكل مجاني. وكمان إذا ما بدهم يعملوا يوزر نيم أو مش قادرين ينزلوه على أجهزتهم، بيقدروا عن طريق الويندوز 10 يفتحوها عن طريق المتصفح ويدخلوا كجاست زي ما فرجيتكم اليوم. ويعطيكم ألف عافية.